إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الأحبة، لازلنا مع سلسلة الدروس المختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومع الدرس 27 من هذه الدروس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي تغير به وجه التاريخ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة المدافعة للأعداء القريبين إلى مرحلة الاستقرار والتطلع إلى الأعداء البعيدين. ولذا دان العرب في كامل الجزيرة لهذا الإسلام ولهذه الرسالة بعد فتح مكة، إلا بعض الشذاذ الذين ما لبثوا أن انصاعوا إلى الحق وأذعنوا له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من في بيته صنم أن يكسره، وبعث السرايا والبعوث إلى ما حول مكة ليطهرها من أدران الشرك. فبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية لهدم صنم العزى، وهدمها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: ارجع فإنك لم تهدمها. فرجع إليها ممتشقا سيفه، فلما أقبل عليها وباشر في إزالة ما تبقى من كيانها وبنيانها، خرجت امرأة سوداء شعثة الشعر ناشرة شعرها تصيح وتولول، فضربها بالسيف حتى قسمها نصفين، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل. قال: الآن هدمتها ولن تعبد في جزيرة العرب بعد ذلك. وبعث عمرو بن العاص لصنم آخر يقال له سواع، فهدمه. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي إلى صنم منات، وكان من أعظم الأصنام حول مكة، فهدمه. وحصل له ما حصل لخالد رضي الله عنه، إذ خرجت امرأة سوداء ناشرة شعرها فقتلها سعد رضي الله عنه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في تهامة، وكانوا لا يعرفون القول بأن أسلمنا إذا انقادوا إلى دين الإسلام، فقالوا: صبأنا. فأسرهم
وجعل لكل جعل عند كل واحد من أصحابه أسيرا. فلما كانت ليلة من الليالي باردة قال دفئوا أسراكم، وكانت هذه العبارة دفئوا في لغة بني سليم اقتلوا، فقتلوا كل من في أيديهم من الأسرى. وقيل إن خالد رضي الله عنه أمر بقتل الأسرى فأبى ذلك عدد من الأنصار والمهاجرين، منهم ابن عمر رضي الله عنهما الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، والحديث في البخاري. وودى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القتلى لأنهم من المسلمين. بعث خالدا بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بديتهم. ثم لما علمت هوازن وثقيف بفتح مكة عرفوا وتيقنوا أن المرحلة الثانية هي عليهم، فبدأوا بالاستعداد واجتمعوا على قائد لهم يقال له مالك بن عوف النصري. اجتمعت ثقيف وهوازن ومن حولهم أو بعض القبائل التي حولهم، وجمعوا نحو 20,000 مقاتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتجهزهم خرج في 9 من شوال بجيش عظيم قوامه 12,000، 10,000 ممن قدموا معه لفتح مكة، و2,000 ممن أسلموا بعد الفتح. وحصل في هذه الغزوة أو الاستعداد لهذه الغزوة من الدروس والعبر والمعجزات شيء عظيم. فلما رأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم هذا الجمع العظيم قالوا: لن نهزم من قلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. وكان العدو قد استعد لهم بكمائن، ووصل إلى منطقة يقال لها أوطاس. والعجيب أن هذا القائد من عدم قائد ثقيف وهوازن، من جهله بالحروب، أمر الناس أن يخرجوا بأهليهم وأموالهم ورعاياهم، وكان معه قائد مشهور من شجعان، معه رجل فارس من شجعان الجاهلية يقال له دريد بن الصمة، لكنه كان كبير في السن قارب 100. فخرج يعين الناس برأيه، فقال: ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء الشاة؟ قالوا: إن مالك بن عوف خرج مع الناس بأهلهم وذراريهم وأموالهم. قال: ما هذا برأي؟ إلا أن مالك أصر على رأيه وكأنه يحشد ذلك غنيمة للمسلمين. فكمن للمسلمين قبل وصولهم إلى منطقة يقال لها أوطاس، وهي قريبة من مكة بين الطائف ومكة، في طريق السيل الآن الموجود الذي يعبر منه القادمون إلى مكة من جهة الطائف ومن جهة نجد. في هذه المنطقة، منطقة يقال لها أوطاس، هي التي وقعت فيها غزوة حنين. ففاجأ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
فما لبث هذا الجيش العظيم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن انهزم، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد قليل من أصحابه، معه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وعدد قليل من المهاجرين، والبقية فوجئوا بهذا الهجوم المضاد والسريع والقوي من هذا الجيش الكبير جيش العدو، فانهزموا. حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه وكان حديث عهد الإسلام، قال لن يعني ينكفئوا أو حتى يصلوا البحر، يقصد جدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس رضي الله عنه أن ينادي بالناس، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وواجه العدو، فلما سمعوا نداء العباس رضي الله عنه وكان صيتا قوي الصوت، انكفأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمي الوطيس وهزم العدو بعون الله سبحانه وتعالى، وأمد الله المسلمين بعدد كبير من الملائكة، فأصبحت الهزيمة على ثقيف وهوازن، وقتل منهم عدد كبير، وغنم المسلمون غنائم عظيمة، لعلها أعظم غنائم غنمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. فقيل إن ما حصل له النبي صلى الله عليه ما حصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم 4000 أقية فضة و6000 رأس من السبي و24000 من الإبل و40000 من الغنم، إلى غير ذلك من أكوام الطعام والمتاع. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى قسمته، بل جمعه في منطقة يقال لها الجعرانة، وهي معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا قريبا من مكة، وتوجه صلى الله عليه وسلم بجيشه لمحاصرة الطائف. وكانت هذه الغنائم من تيسير الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا، حيث سيأتي في الدرس القادم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل منها بذلا جعل بعض الناس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأعطى سادة العرب ووجهاء قريش أعداد كبيرة من هذه الغنائم، بالطبع من الخبز الذي مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عموم الغنائم فالمشروع أن يقسمها بالتساوي بين المقاتلين. أكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون موعدنا مع حصار الطائف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرثنا الهداية والتوفيق، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن ينشر الأمن والاستقرار ورغد العيش في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.